ايوه زي ما انت شفت في العنوان بالظبط. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنخش لعبه فيفا 2022، هنشوف ايه اللي هيحصل لو ضربات الجزاء استمرت لحد ما لا نهايه. انا هجرب لحد 1000 ضربه جزاء، انا قاعد هنا ما ورايش حاجه، هقعد اشوط ضربات جزاء، اشوط ضربات جزاء، اشوط ضربات جزاء لحد ما اشوف ايه اللي هيحصل. ومش هنلعب في اي ماتش، لا 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 مش اي ماتش والله، لا نلعب في دوري ابطال اوروبا دور المجموعات، لا نص النهائي، لا النهائي، هنلعب في النهائي. عايزين نجرب هنوصل لاعلى عدد ضربات جزاء ممكن. هل ممكن الحكم يخلص ويلغي الماتش؟ انا لا ادري. في الماتش هيكون ايه؟ الماتش هيكون برشلونه قصاد الميرينج دي الريال دي المدريد. فليتس جو على طول، يلا على ملعب متلج يا جدع، ملعب متلج يا رباه. بس اكيد 100% اكيد 100%. لو الفيديو ده عجبك كل واحد حالا من دلوقتي يضغط زر لايك، لانه نهائي دوري ابطال اوروبا وهيحصل فيه اللي هيحصل النهارده. حاجه عالميه جدا، حاجه رمضان صبح والله، رمضان صبح حد حد شافه. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، في يوم مميز ننتظر وينتظر كل عشاق كرة القدم. تحياتي محدثكم فارس عوض للتعليق احداث مباراة اليوم نهائي دوري ابطال اوروبا. اوكي اجواء الصراحة الاجواء نارية، ودوري ابطال اوروبا هرب يا نهار ابيض على الملعب يا جدع. اوكي ايوه السادات والسادة، ايوه القوم، عانت ضربات الجزاء تحت الثلج تحت المطر في ليلة دوري ابطال اوروبا. اوكي اوكي انا مش عارف اصلا هقدر اوصل لضربات جزاء كتير ولا لا، بس خلينا نشوف. يلا اوكي اول ضربة، اول ضربة لمنفس. يا نهار ابيض اول ضربه ضاعت يا جدع، لازم اضيع الثانيه، لازم تضيع، لازم تضيع، لازم تضيع. اوكي عثمان اوكي عثمان جابها من لوكا دي المودريتش، لوكا يا نهار ابيض. اوكي فاتي انسو، حلو بس لازم ريال مدريد يضيع، لازم الميرينج ريال مدريد يضيع يا رجال. دافيد الابا، دافيد الابا حطاله يا حطاله دافيد الابا، والله عليك اشتيجن. اوكي صدق اشتيجن. اوكي اللي بعده جيرارد بيكي، جيرارد بيكي على التصوير، جيرارد جوك. اوكي الله صعب يا جدع تتحكم من الاثنين، بس اوكي مفيش ولا كرة هتضيع دلوقتي حاليا، مفيش ولا كرة هتضيع. اوكي حطها له رودريجو، سيرخ بوسكيتس وكورتوا بيقول له تعالى لي حبيب اللي تعالى لي. يا نهار ابيض يا بوسكيتس، يا بوسكيتس سجل هذه الكرة سيهدي الانتصار لفريقه بكل تأكيد. لازم تضيع يا جدع، لازم. اوكي لسه ضربات الجزاء مستمرة، كام دلوقتي؟ كام لسه موجودة، 3-3 دافيد الاب. اوكي كاسيميرو تيرشتيجن بيقول له تعال لي يا جدع، جالك يا جدع، ركز شوية. اوكي البدريتو كورتوا بيقول له تعال. اوكي 4-4 هتستمر لحد امتى يا رجال؟ هتستمر لحد امتى؟ انا عايز اشوف الرقم اللي هناك السبعه ده لما يبقى 100 ايه اللي هيحصل. اوكي فينيسيوس جونيور، الفينيسيوس في النص، حطها له. اوكي شوف ديونج يا جدع، متلج الديونج. والله صدق، والله صدق، شفنا نخس، شكلها تبوظ يا رجال. اوكي لازم نركز عشان ما نبوظهاش. ايريك جارسيا ركز يا ايريك، المشكلة لازم اكون مثبت ايدي يا جدع، لازم. اوكي الكرة التاسعة يحطها ايريك دي جارسيا، كارفاخال قربنا نوصل للحراس، كورتين وهنوصل للحراس، كارفاخال. اوكي كل الكرة تعبنا على الشمال، لازم نبدأ نغير. اوسكار من جوازة، كورتوا بيقول له تعال لي، كورتوا بيقول له تعال لي. يوه صد اخر كورة لو جابها ناتشو، خلاص لو جابها ناتشو الريال هيكسب الابطال. اوكي
اوكي حان وقت الحراس، حان وقت الحراس. ايوه ال اخر كوره. لو على فكره لو ضاعت هبوظ اللي انا بعمله، فلازم ركز. اوكي تيبو كورتوا، تيبو كورتوا يابو. اوكي 11 لاعب سدد، وهنرجع من الاول تاني. سبعة و11 كرة تم تنفيذها، وكورتوا بيقول له تعال لي، تعال لي يا حبيب اللي تعال لي. اوكي تير شتيجن والحكومة كريم، نضيعها الحكومة كريم هيضيع كل الماتش. اوكي بنزيمة بنزيم. اوكي 12 ضربة تم تسديدها، و8 8 8 8 حصلت قبل كده عادي. لحد دلوقتي ده مش رقم قياسي، لكن عثمان ديمبلي يحطها لعثمان. امان مع العثمان اللوكا مودريتش، اللوكا. اوكي 13 ضربة جزاء، 9 9. تعال يقول لك تعال، بيقول لك تعال انس، بيقول لك تعالى انسو. حطها له في النص. المارك اندري تير شتيجن لو صدها رسميا سيفوز البرشلون. دافيد الاب. اوكي 14 او 10 10 لحد دلوقتي. بيكي جيرارد بيكي. اوكي 15 ضربة تم تنفيذها، اخر 9 ضربات كلهم دخلهم. رودريجو كانت هتتصد والله يا ابو، والله كانت هتتصد. صدها كورتوا، صد كورة. اوكي لو ضاعت رسميا سيضيع حلم المرنجي في تحت المطر. اوكي جابها توني كروس. دلوقتي 12 دي ما حصلتش، او ممكن حصلت بس بتحصل نادرا يا رجال. جوردي ألبا. اوكي كاسيميرو لو ضيعها الكاسيميرو صديعه. اوكي جابها الكاسيميرو الدبابة. كم دلوقتي؟ 13 والله ورانا مشوار كبير جدا، يعني ربنا يستر. عايزين نوصل لفوق ال 100 ضربة جزاء، نوصل لفوق ال 100، فوق ال 1000 كمان. اوكي فينيسيوس على التصويب، بيقول له تعال. ملحقش يقول له تعال، كورتوا هناك بيقول له تعالى، بيقول له هديها شوية يا ديونج، هديها. اوكي مش عايزين نضيع، أهم حاجة ما نضيعش. ادير ميليتاو تاني، ادير. اوكي كم 15 لو دي ضاعت الضربة العشرين من كارفاخال. اوكي تعال شوف بيتمسخر عليك ازاي كورتوا، يا نهار ابيض، في التسعين. اوكي وصلنا للحراس تاني. اوكي بيتمسخر عليك تير شتيجن، هل هتضيعها شتيجن؟ حطها له المارك اندري، تير شتيجن. اوكي 21 دلوقتي هنبدا بقى نسرعها شويه، عايزين نسرع الريتم، نوصل ل 25 والضربات اللي بعدها. يلا الضربه رقم 30 للريال. اوكي 30 وكم 26 يلا. يا جدع عيد من اول وجديد. اوكي رجعنا لكارفاخال تاني. اوكي الحمد لله دخلت المرة دي، رجعنا من اول وجديد. والله عدت كتير باليمين يا مارك، بيقول لك تعال. مسخرة كورتوا، هترد عليه ولا لا كورتوا؟ يا تيبو رد عليه. اوكي كده كم ضربة؟ كده 33 ضربة. لازم ركز، اي كرة هتضيع معناه ان انا اعيد تاني، لان احنا طموحنا نوصل 100 ضربة يا رجال. يلا والله الضربة ال 40 كده، 40 ضربة ضربت، و40 من برشلونة، 80 ضربة جزاء. يا رب شنو هي؟ قربنا نوصل للنص. ارك اندري يا
الضربة الخمسين لبرشلونة 99 ضربة دخلت، 99 ضربة دخلت. كاسيميرو كاسيميرو 50 ضربة دخلت، 50 يعني 100، مش عارف فوق محسوبة 32 ليه ولا معرفش. سبتت على 32 يا جدع، شكل اخرها 32 يحسبوها في الاخضر ده. اخ دي كرة القدم، مفيش حد وصل لقد كده يا جدع، خلاص ارحمه. كارفخال الخال، كارفخال الخال، عارف دي المرة كام تيبو اللي اشوط عليك بتير شتيجن تيبو. 55 لبرشلونة، يلا مش عايزين نعيد تاني، خلاص مش عيد تاني. حطيت لوكاس فاسكيز، عارف لوكاس هناك واروح عشان ما الاثنين ما يعرفونيش، مش عايزين يضيع، عدينا النص خلاص. اوكي الضربه السبعين، الضربه السبعين من فليبي كوتينيو. اوكي الضربه اللي بعدها، الضربه كام، الضربه السبعين برضو للمرينج، 140 ضربه. اوكي 140 يا جدع، ال 149 لبدريتو، 149. اوكي وال 75 من هنالك للمارسيلو، مارسيلو. طلعت كل العاب، كارفاخال طلع بره، كله طلع بره عشان ما يضيعوش تاني. اوكي كده فاضل ربع واحد بس ربع واحد. اوكي الضربه ال 80، الضربه ال 80 للوكا مودريتش، جماهير الريال تترقب وراه وخلوا تعال. اوكي 80 اوكي قربنا ال 85 يا فينيسيوس. اوكي 90 بدانا نعدي التنازلي، 10 ضربات، هل هيوقفوه عند ال 99؟ اوكي اول ضربه لانسو فاتي. اوكي انا خايف اضيع دلوقتي. اوكي 93 برضه، 93 لوك ديونج، لوك ديزيف. اهم حاجه ضربه ريال مدريد، لو انا ضيعتها رسميا ضاعت. اوكي 94 كاسيميرو 95، فاضل 10 ضربات لكل فريق، 10 ضربات لكل فريق يا رجال. هتقول لا ده انا توترت يا رب ما تضيع ولا واحد. اوكي لوكاس فاسكيز بيقول له تعالوا. اوكي اروخو. اوكي الضربة ال 99 دي اللي فاتت على فكرة، دي الضربة ال 99 للمرينجا. اوه اوكي 99 هنا 99 هنالك، هل سيتم حسب الكرة دي يا فيفا؟ اوكي بنفوز، سابوها ولا لا؟ سؤال اتحسب. العداد مش هيقف، والله العداد مش هيقف، انا مش فاضي اروح للالف، شكل العداد مستحيل يقف، العداد مش هيقف يا رجال، والله ما وقفش، العداد شغال وبيعد وبتحسب، ما زالت. اوكي انسو فات والله بتحسب، محدش هيكسب، مش هتقف، هيفضلوا يمشوا. اوكي طب نجرب دي، اوه طب الضربه دي يا فليبي، بكتين يا جدع انجز، ما تضيعش سنة على ما بتضرب الكورة يا جدع انجز، ادي في دلابة انا ضيعها بقى، نضيعها ونكسب ريال مدريد، لا مش هيضيعها. اوكي انا جات لي فكرة ان العب بفريق واحد او اسيبهم هما الاثنين يلعبوا ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي انا ما بلعبش دلوقتي، البكي الحمار يا جدع، اول ما مسكت الكورة ضاعت يا جدع، يا نهار ابيض. اوكي الريال مدريد هيعملها وياخد دوري الابطال، اروخ ورودريجو، الله خد دوري الابطال، ارفعها يا حكومه وبس. ده كان كل الفيديو، لو عجبكم الفيديو عايزين نعمل بقى الاهداف المره الجايه، كل واحد عنده غزر لايك وبس، اشوفكم في الفيديو الجاي، كان معكم عبد، سلام عليكم.